وعشان ده يحصل راقبها من بعيد ومن غير ما تحس، عشان لما تحتاجك تلاقيك جنبها. حس بيا، حس بيك ربنا، جعان ما فطرتش. خد خد خد، استنى. احساسك فانوس. صبري صبري. ايوه كل في بالي. ايوه اللي بالك يا كل سنه. طيب رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. شافوا الهلال؟ ايوه شافوه. الهلال مش فاكر يا اخي. رام في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم يا اهوي. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك. ايوه بسرعه. ايوه بسرعه. طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه. ايوه انا هصحى لوحدي. يلا خد. تاني انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت البسطرمه؟ لا لا تعال اطلع معايا، انا ناسي حاجات كتير. تعال تعال مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع، انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ يا انا سوسته بس برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. انت بس بس صبر اسكت. انت تقوليش يا تخين دي. فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه، انت تحشاني الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص خلاص امشي يا اخي. ايوه عرفت. اهلا وسهلا. عارف ايوه اشرف، انا معاك اهو. بقول لك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. فين البيض؟ كان في بيضه اهي. انزيم الحظي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام. يا ربيع المعيد خمسه. تنزل اي خدمه؟ شكرا 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 يا صبري. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداه ما كلتش رز. ما كلتش رز. لا كله بكره ماشي. ايه؟ 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 قاعد تقلقلق تنقلق معايا. معلش. ايه؟ خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط اللي في بقي ده هتفه ولا لسه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت وانا لحقت. شو كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص، انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنه في الشرقيه. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها. اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا
هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ الحمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص اتفضلت اتفضلت. الحمار برضه بس كده خلاص. اه حافظ ظبطت كده. اتفضلت اتفضلت. معلش يا اتفضل حبيبتي. اضحك في حياتك حياتك الباقيه يا اخويا حياتك الباقيه. بقى لله بقى لله. اتفضلي اتفضلي يا ماما اتفضلي. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده اصل كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها فندم. يعني ماتت في رمضان في رمضان سبحان الله الله يرحمها. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس. هو مش الشرقيه دي على سفر؟ اه. طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل اللي بيهريه بس شويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تبقى بالسلام. سلام. خدي خدي يا دينا خدي خدي. جبت حاجات لينا كلنا رخصه لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجه افتحي لي حاجه اشربها بسرعه وحاجه كلها يلا. ايه ده صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كرم ابن اخت المرحومه. اهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم. هتفطر برضو؟ افطر ايه واحنا مسافرين بجمل ده؟ الشرقيه هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي خد يا ماما. انا فاطره اكل بس لقمه كده عشان ممدوح. مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي انتي. لم نفسك احسن لك. بقول لك ايه؟ انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لم الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حجتتها عليه. طب وقرصه الرقبه؟ يا ستي ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه؟ دنيء ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس عايز اعرف حاجه واحده. فين ريهام صاحبتنا الرقيقة اللطيفة الجميلة؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي. فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي أي حاجة تانية، ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا أي حاجة من الحاجات دي. بس بس سيبك مني أنا دلوقتي. ناني هاي. أنت تعرفيها؟ آه صاحبتي من زمان وعلى فكرة سألت عليك قبل كده كذا مرة معجبة بيك. هو مش مرتبط على فكرة. لا والله؟ يا عبيط أمال أنا جايباك ليه؟ عشان كده؟ أيوه. تعالي. دي طويلة. هاي يا ريدي. بتعرفها فعلا. مجدي هاي. اهلا هاي ناني. اهلا وسهلا. إيه، انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي اوكي ما تاخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحده من صحباتي. جاي اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ يا بنت اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على الله. ما قلتش. ما قلتش ايه؟ يا ناني. اه هقول هقول. حاضر حاضر. اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف؟ ما قلتش عارف. هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويا ناني وكله. حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ ياه لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عمال افكره من الصبح. طب كويس. بص. مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طقيت قوي ربنا يخليهم لك. ماتوا. ربنا يرحمهم. في حادثة طيارة. يا ساتر يا رب. بس سبحان الله برضو أنا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثة برضو بس في حادثة عربية. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانة تشكيلية. ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا أنا ما اتربيتش. أنت أنا إيه عايزاني أربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور. دكتور نفساني. يا ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟
في ايه؟ انت مين اللي قالك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. نفس ما بقتش بترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله. طب ايه حاجه تعرف خلاص يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي ايه في؟ خد صدر يا اخي خد. حاضر حاضر خد. حاضر خلاص خدت واحده خدت واحده. ايه دي يعني؟ فين الولاعه؟ انا اسف انا اسف. ايه دي كريان؟ اهدي يعني اهدي 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 ابوس ايدي. انا اسف انا ما انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله اني كلعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. اهدي اهدي. لا 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 اهدي. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. بس اطمن انا كأنثى ما عنديش اي تليفات. جاهز للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام تمام تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم يعني انا مش تمام بصراحه. انا انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه في اول قعده يعني. انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. اه بصي البوس يعني تخصيب ومن ناحيه وتزاوج. وانا ثاني اعذريني انا يا لهوي ده الساعه لازم امشي معلش انا اسف بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اوعديهم بقى. لا 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 يا ريهام. لا 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 يا ريهام. اوعديهم امشي. انت ليه يا ريهام؟ ايه ده بوندو انت؟ انا مش تفتح بجيب الكورة يا خير تخين. اي هجوم. انا بائس انا حزين انا متضايق مش عارف اعمل ايه. جننتني جننتني جننتني. انا خايف اسمع كلام غادة ما تطلعش بنفس حكمة وبعد نظر امي وخالتي. بنفس حكمة وبعد نظر امي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أيوة كده. سامي أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك. أنت خنقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي طول ما أمك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده حياتك هتخرب. طب أسمع كلام أمي بس. ولا أمك يا سامي كمان. الله أمك ووالدتك خلاص يا حبيبي. أنت عايز منها إيه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الإيكو بتاعك ده. ما تطفشهاش بقى. وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟ بس بقى بس 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 يا سام على طول محسسني ان انا قاعد كده مع اتنين تلاتة. طب بقول لك ايه؟ انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شوية. احسن برضه وانا كمان. بقول لك ايه؟ انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى عليته زيادة خلاص. شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي. لا يا خالو انا جاي اهو جاي اهو يا خالو. وحشتني يا عجل. وانت كمان يا فرس النهر. طب انا مش فاهم الباب ده. انت مش عايز توسع امه ليه؟ بس عشان لابس جاكيت. ايدك يا سامي. ايدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ انت مين ده؟ عمو مين؟ متقلقش ده واحد صاحبي واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام يا سامي. سلام سلام سلام. شباب يا سامي. سلام سلام سلام. كتير. ايه العيش ده؟ وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح. فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم. شكرا. خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين. الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده. يشوفك اخر يقول يعني جايب لي ايراد مزارع دينا. ده يلا شجرتين كاكا يعني. دول مش نافعينك؟ نافعني نافعني. خلاص بقى يا خالو خلاص بقى نافعني. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ ابدا. اصل رايح حفله تقبيل بتاع زميلي عبد العزيز. كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو. انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها. لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز كأني افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح في فرحك كريز. هتحلي كمان. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الأستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا يا خالو. ما هو انا اللي مضايقني. تخيل صحابي قعدوني مع واحدة خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجات يا خالو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص
من الاخر الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا لكن ما همهمش غير الراجل السنباتي، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانيه في الراجل. انا نفسي في واحده يا خالو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خالو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اتعشيت بس ممكن يعني انا معاك يعني. هنحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي انت قلت انك اتعشيت، ما تدوسش في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي كان على خفيف اوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيتصوروا في الصوره، يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قللت دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سجق ورواق باللحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس. والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه. بص الصوره دي. ايوه. ده حماده السفروت. ايوه. اسمه اصلا حماده الاسيوطي بس احنا كنا مسمينه حماده السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسه، بقى رجل اعمال دلوقتي. وايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا. واحنا صغيرين كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق خالو. دينا دي الوحيدة اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفية. انت ما حكيتيش على حاجة زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. ان انا خالو نوني خرايا احسن اللانشون لازق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنة الرومي حاجة صعبة. شكرا خالو. تصدق بقى خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاعت دينا دي لحد النهاردة. ايام. يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. جاوب لي فرد الجبنه الرومي ده. انت ايه ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. انا مالك يا كان بودي اوصلك. لا خلاص. بالك وانت ماشي يا خالي. حاضر حبيبي. Mm-hmm.